يعد من الفواكه اللذيذة والآمنة جدا لجسم الحامل. من أهم فوائده أنه يساعد على التخلص من التعب والإجهاد والخمول العام في الجسم، فيفضل تناوله للحصول على نتائج جيدة لصحة الحامل. كما يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم الذي يعمل على تقوية عظام الأم أثناء الحمل ومنع حدوث هشاشة العظام أو حدوث كسور، كما يحافظ على قوة أسنان الحامل، كما يساعد في التخلص من حالة الإمساك الناتج عن الحمل والسبب توفر نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية، كما يحسن من عملية الهضم ويقضي على الغازات المتسببة في انتفاخ البطن، كما يعمل على تسهيل عملية امتصاص الجسم للطعام، كما يحتوي على فيتامين كي وهو من أهم الفيتامينات لأنه يساعد في تحسين الدورة الدموية ويقلل من احتمالية حدوث نزيف أثناء الحمل، كما يعمل على تحسين الأداء الوظيفي للمشيمة والسبب احتوائه على عناصر مضادة للالتهابات، كما يحتوي على البوتاسيوم وهو من العوامل الأساسية في علاج حالات ارتفاع ضغط الدم، كما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكر لأنه يقوم بتقليل نسب الجلوكوز في الدم بنسبة كبيرة، كما أنه يقلل من أعراض الحمل خصوصا في الأشهر الأولى مثل الدوخة والغثيان والقيء، ويحتوي على فيتامينات تساعد على التخلص من البكتيريا المتكونة داخل الجهاز البولي ولا يتسبب في زيادة الوزن والسبب انخفاض السعرات الحرارية، يؤدي تناوله على الإحساس بالشبع لمدة طويلة، كما يساهم في التخلص من الدهون المتراكمة لاحتوائه على عناصر مضادة للأكسدة، كما يساعد في تقليل نسبة حدوث إجهاض الجنين، فيفضل تناوله بشكل منتظم صباحا أثناء وجبة الإفطار خلال الأشهر الأولى، ويساهم في تقوية عضلات القلب كما يقلل من حدوث السكتات القلبية، كما يساعد على نمو الشعر المتساقط ويعالج الإجهاد وتقصف الشعر أثناء الحمل لاحتوائه على فيتامين سي وفيتامين اي، كما يساعد في تخفيف آلام الولادة الطبيعية وتسهيلها بشكل كبير، كما يحتوي على نسبة عالية من المياه المساعدة على التخلص من الأملاح الزائدة والضارة في الجسم، ويساعد في التخلص من القلق والتوتر الناتج عن الحمل، كما يعمل على تقليل الجلوكوز في الجسم المتسبب في مرض السكر، كما يمد عصير التوت جسم الحامل بالعديد من الأملاح التي تحتاجها أثناء الحمل بنسب لا تضر بجسمها، يحتوي على نسب عالية من مضادات الالتهاب والأكسدة التي تساعد في تحسين الدورة الدموية، كما تساعد مادة الأنثو سيانين في تسهيل عملية تحرك البويضة في داخل قناة فالوب والتصاقها بجدار المشيمة بشكل جيد، كما يساعد في زيادة الشعور بالرغبة في العلاقة الحميمة عند النساء والرجال، كما يعمل على التخلص من آلام قرحة المعدة الناتجة عن الحمل خاصة في الشهور الأولى.